حلقة اليوم من برنامجكم للرياضة نصيب. سنسلط الضوء وسنضع فريق الجمعية الرياضية للنواصر فرع كرة السلة على المجهر. يحضر معنا السيد رئيس الفريق السيد الحسن ياسير المشهور بحسينة. سي الحسن، بطل كبير، لعبتي مع عديد الأندية، عندك تجارب كثيرة في رياضة كرة السلة. أولا مرحبا بك. شكرا. وثانيا نبغيك تعرف السادة المشاهدين على رياضة كرة السلة باختصار. لعبة كرة السلة هي تعتبر من أجمل ومن أحسن الرياضات الجماعية. نعم. طبعا كرة السلة عندها هي قوانين. نعم. الفرق عنده كيحتوي على 12 لاعب، خمسة لاعبين كيكونوا في داخل الترنا في الملعب. نعم. وسبعة ديال اللاعبين تيكونوا في الاحتياط. نعم. طبعا من ضمن الأخطاء اللي كاينة، كاين اللي مخشي، كاين دوب دريبل، يعني أخطاء مشي. نعم. المشي كاين. نعم. دوب دريبل. نعم. كاين اللي مخشي. نعم. كاين الأخطاء اللي فوت. نعم. كاين روترون زون. نعم. العودة للمنطقة. نعم. العودة للمنطقة. كاين أربعة ديال الأشواط. نعم. يعني على حسب القانون الجديد. نعم. كاين 4x10 بالنسبة للفريق الكبار، يعني كل شوط فيه 10 دقائق. كل شوط فيه 10 ديال الدقائق. نعم. وكرة السلة هي جميلة. نعم. ماشي ما كتبغيش العنف. نعم. كتبغي الذكاء، كتبغي الدقة، وكتبغي القوة كذلك. الحسن ياسر، إمتى كانت البداية ديالو؟ وكيفاش بدا كرة السلة؟ وكيفاش احترفها؟ وصل يعني لهذاك المستوى العالي اللي خولوا أنه ياخذ هذه الألقاب كاملة اللي كنشوفوها عندك في البيت. الحسن ياسير ملقب. نعم. حسينة في. نعم. البداية ديالك لعبت كرة القدم. نعم. بديت مع الاتحاد البيضاوي. نعم. مع المدرب المرحوم العربي الزولي. نعم. أنا ذاك كنت كنلعب في جينيور. نعم. لعبت مع واحد المجموعة ديال العناصر اللي كانت معروفة على الصعيد الوطني، كفرحات. نعم. كدفاع، ككريمو، كالغزواني، كمصطفى. نعم. ولد الزولي. من بعد وقع لي واحد توعك في رجلية. نعم. يعني المينيسك. نعم. وفضلت نغادر كرة القدم. نعم. بناء على الطبيب، ولعبت كرة الطائرة. مشيت للطائرة، لعبت. نعم. مع الفريق ديال الكبار، وتختارت في المنتخب الوطني كذلك. لعبت في المنتخب الوطني ديال كرة الطائرة. ديال كرة الطائرة. نعم. في السبعينات الثمانينات. نعم. ديك الساعة كانت كرة الطائرة كان عندها أحسن فريق وطني. نعم. مغربي. نعم. على رأسهم العلام. من بعد. نعم. دزت لكرة السلة. نعم. بديت مع فئات فتيان. من الفتيان طلعت للشبان. نعم. من الشبان طلعت للكبار. نعم. كبار. ابتداء من 1972 تختاريت في المنتخب الوطني. نعم. كبار. نعم. من ذاك الوقت بديت كنمارس مع المنتخب الوطني تقريبا 14 سنة. اشتركت في واحد العديد ديال البطولات. نعم. بطولات افريقية تقريبا 14 سنة وأنا في الفريق الوطني مع الكبار ديال كرة السلة. نعم. شاركت في بطولة عربية، البطولات. نعم. الإفريقية. نعم. شاركت في البطولة في شاركنا في شامبيون دوروب. نعم. في ألمانيا. نعم. وعملنا واحد العديد ديال التربصات في الولايات المتحدة الأمريكية. كنا كنهيئوا لي جو ميديتيرانيا، الألعاب. نعم. المتوسطة. الألعاب المتوسط. نعم. ولعبنا في لي جو فرانكوفوني. نعم. الحمد لله كانت واحد المسيره طويله ومتواضعه. نعم. متواضعه سي الحسن ياسير، بتواضعكم انتم اكيد، لان بكل صراحه هذه الالقاب اللي عندك هنا في المنزل هي شاهده، وهي كتبين يعني القيمه. نعم. والحجم ديال والثقل. نعم. ديال سي الحسن ياسير. سي الحسن، يمكن لك تبين للساده المشاهدين يعني هاد الصور اللي عندك هنا وهاد الالقاب حتى هما، يعني باش نقربوهم اكثر من الحسن كلاعب. حتى لينا الرتبه الخامسه. وفي 80 هنا في المغرب احتلينا الرتبة الثالثة. نعم. بعد السنغال وبعد لاكوت ديفوار. نعم. وهاد الفرق من اقوى الفرق على الصعيد الافريقي. بالفعل. اللي كنقولوا السنغال. السنغال. نعم. معناها ولاكوت ديفوار. هاد. نعم. هاد الفريقين كلهم كيحتوي على لاعبين كلهم اجنبيين كيلعبوا في الخارج. نعم. يعني في الولايات المتحدة الامريكية. هادو محترفين في الـ NBA. في الـ NBA. نعم. وكيلعبوا. نعم. في اوروبا. نعم. بار كونتر يعني الفريق الوطني المغربي، يعني اونفان العناصر ديال المغرب، حنا كنا مغاربه 100%. نعم. سي الحسن، يعني ما كرهناش انك تقربنا الساده المشاهدين من هاد لي بورتغادو اللي عندك هنايا. بحال مثلا هاد الصوره هذه، شنو الذكريات ديالها؟ الذكرى ديال هاد الصوره هذه هو المنتخب الوطني، كنا لعبنا مع فريق من فرنسا. نعم. انت هنا في المعرض الدولي في الدار البيضاء. نعم. الصوره هذه مباراه ما بين كنت كنلعب مع النادي البلدي. نعم.
ولعبنا مع الوداد ضد الوداد البيضاوي، ديك الصورة ضد الوداد يعني النادي البعيدي ضد الوداد، هذيك الصورة ديالي هذا هو سي الحسن، قفزة جميلة تبارك الله. بارك الله فيك. هذه الصورة كنا دينا كاس كاس العرش مع وزير الشباب والرياضة. نعم هذا لقب كنت خديته الحمد لله. نعم ما تذكرش نفس السنة هذه تقريبا؟ من 88 89 نعم يعني في الثمانينات. الثمانينات الثمانينات هذا فريق نسوي كنت المشرف عليه. هنا كنت كندرب الفريق ديال الاتحاد الرياضي. نعم. كبيرات يعني اللي في سينيور. نعم. نعم. وكديت معهم بطوله المغرب. انا كنت خديت بطوله المغرب. اه وي هذه في شنو سنه ما تذكرش؟ في 94 95 96 95. هذه يا سيدي المنتخب المغربي اللي كادي كنت ديته من فرنسا، كنت اونترينور ديال المنتخب المغربي اللي كادي، راه كاين حشاد تماك. نعم. حسن حشاد واحد المجموعه ديال العناصر. نعم. كنا مشينا فرنسا ولعبنا لا فينال في ذاك التورنيه ديال فرنسا. دي المباراه اللي كنا درناها مع الفريق الفرنسي في المعرض الدولي في فرنسا مع العميد الفريق ديال فرنسا وانا مع المنتخب المغربي. وهاد القفزه هذه مباراه النادي البادي ضد الفتح الرباطي لعبناها بالدار البيضاء. نعم. هذه من احسن المباريات اللي كان، لان الفتح الرباطي كان يعتبر من احسن الفرق على صعيد الوطن. نعم. المغربي يعني هذه مباراه اللي بقات محفوره عندك في الذاكره. اه بيان سيغ. نعم. الصوره مع مولاي احمد العلوي هذه اللقطه هذه خذيناها في 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 البطوله الافريقيه 80 اللي كانت في قاعه بن ياسين بالرباط. كان السي احمد العلوي كان رفقه الامير مولاي هشام. نعم. وجا وخذيت معاه الصوره وكذلك مع مولاي هشام. نعم. في الرباط هذه هذه الصوره كنت كنلعب مع دار الاطفال البيضاويه. نعم. ضد الفريق الصويري الدار البيضاء. نعم يعني صور كثيره ما شاء الله. اه وي وذكريات كثيره عند سي الحسن ياسر. الحمد لله يعني لاعب كبير. وهذا يا سي ياسر هذه كذلك دار الاطفال البيضاويه ضد الوداد البيضاوي في. نعم. في ملعب دار الاطفال البيضاويه دابا راه ما بقاش هذا الملعب. راه الملعب راه الخيريه حيدت. نعم للاسف للاسف. الحسن ياسر يعني انتقلتي من مجال الممارسه الى مجال التدريب ومجال التسيير. انت الان مشرف يعني على 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 نادي جمعيه رياضيه النواصر. تحدثنا على التجربه هذه كمسير الان. قبل كل شيء نهضرك على كمدرب. نعم. يعني نعم. ملي نهيت المشروع ديالي نعم. كلاعب دزت للتدريب، دربت واحد العديد ديال الفرق الصغرى. نعم. بديت من ليكول الميني من الكادي. نعم. وحرصت بكل تواضع على واحد العديد ديال الالقاب. من بعد الفرق الكبيره. نعم. وتقريبا واحد اربعه ديال الفرق اللي طلعتهم من التروزيام ديفيزيون القسم الممتاز. نعم. ومن ضمنهم الاتحاد الرياضي اللي فزت معاه ببطوله المغرب وكاس العرش واحد. نعم. الدوري دولي. الاتحاد الرياضي في ديك الفتره يعني انا اتذكر شخصيا ان الاتحاد الرياضي كان يقام ولا هو يقعد في خصوصا في رياضه كره السله. يعني فرع كره السله ديال فريق الاتحاد الرياضي فاز بعده القاب وكان يعذب كبار الفرق في المغرب. لان في ذاك الوقت كان الاتحاد الرياضي كانت عنده امكانيات. نعم. والخصوص ملي جابوا واحد الامريكي. نعم. ستيرلينغ. نعم. يعني عطى واحد الاضافه لكره السله الوطنيه من حيث. نعم. دوك لي سيستيم وسميتو. ومن بعد ملي مشى الامريكاني جا داك الروسي، من الروسي ملي مشى بحالو عيطوا عليا انايا. الحمد لله توفقت. نعم. وديت مع القاد مع الاتحاد الرياضي. من تماك عاود درت واحد العديد ديال الفريق ديال الفرق الاخرى الصغرى ودرت المنتخب الوطني الكبار. نعم. رجع معاك الا سمحتي. نعم. سي الحسن ياسر الاتحاد الرياضي فين هو الاتحاد الرياضي دابا؟ من بعد الخوصصه. نعم. يعني مشى كل شيء. نعم. لان في ذاك الوقت كانت الشركه كانت هي اللي كتدعم. نعم. الفريق. نعم. كانت عندها امكانيات وكانت كتجلب هذوك اجود العناصر على الصعيد الوطني كانت كتجيبهم. نعم. هذا هو علاش كان الاتحاد الرياضي كان كيحاز على القاب. نعم. وعلى. نعم. فالرياضه الان كلها امكانيات. نعم. بدون امكانيات بالفعل. الحسن ياسر كمدرب المنتخب الوطني شنو الاضافه؟ الحمد لله غير ما كنا حنا ثلاثه المدربين كنت. نعم. انا والقرش والهواري. نعم. كنا حنا كنا كنصرفوا على الفريق الكبار. وإلا ما كناش حنا مغاربه كيكون مثلا مدرب اجنبي وكنكون مع مساعد مثلا. نعم. واحد الوقت كان جون كوندلا، واحد الوقت كان جون بول. نعم. واحد الوقت كان داك الاسبانيوني مونشو مونسالفي، واحد. نعم. دراسكو، واحد الغزنافي. نعم. كل مره كنكون غير اما كيكون اجنبي وتنكون مع مساعد، واما حنا كنكونوا مغاربه
ثلاثه المدربين اللي كنشرفوا على سميتو. في ذاك الوقت كانت ما كانش امكانيات، ولكن الحمد لله كانت الرياضه من اجل الرياضه، من اجل الوطن، من اجل الرايه. وكانت الحمد لله كانت النتائج كتصر تي، وما كل شيء كانوا مغاربه، ما كانش زعما ما عندناش لاعبين مثلا اللي كيلعبوا في الخارج ولا في اوروبا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا، وما كانش عندنا قامات، ولكن الحمد لله كانت الروح القتاليه وكان سي الحسن ياسير، يعني كيفاش كيقيم اداء المنتخب الوطني حاليا؟ يعني المشاركات خصوصا الافريقيه، يعني للاسف ما كنحتلوش المراكز الاولى، ولكن كيف كيقولوا كاين مشاركات يعني اللي كانت مشرفه الى حد ما. كيفاش كيشوف السي الحسن ياسير الاداء ديال المنتخب الوطني؟ ما اداء ديال الفريق الوطني اداء متوسط، لان ملي كنشوفوا الفريق كيتكلاسا ديزيام اونزيام يعني، وهذا الشيء راجع لعده اسباب. الفريق الوطني كيدير واحد العديد ديال التربصات الان. دابا كتلقى حتى لاخر لحظه عاد كيعيطوا على فريق وكيمشي كيشارك. طبعا ما كتكونش المشاركه مشرفه. بالنسبه للنادي الجمعيه الرياضيه النواصر فرع كره السله، كيفاش كانت الفكره ديال التاسيس ديالو؟ انا كنت ساكن في الدار البيضاء، من بعد جيت سكنت هنا في النواصر. من بعد هذه رغبه ديال الساكنه، لان الساكنه هنايا في الوقت اللي شافوني انت كان بكل تواضع كدوز في ليزيميسيون في الرياضيه في الدوزيام سميتو، طلبوا مني الاخوان هنايا باش ناسس نادي. انا ما كنتش في الفكره، ولكن الحمد لله الفكره كانت صائبه. ملي درت الفريق لقيت الذات ديالي، لقيت راحتي. علاش؟ لان يعني كره السله او الرياضه بصفه عامه يعني كنحاربوا بها هاد التشرد، هاد الانحراف. الفريق انشا في 2009 2010، هذه تقريبا 6 سنين، هذه السنه السابعه باش تنشا هاد الفرقه، هاد الفريق. والحمد لله انا في القسم الوطني الثالث، ويعتبر من احسن الفرق من ناحيه العمل. يعني تقريبا عندي جميع الفئات، عندي من بداو من الكتاكيت. ماشي اللي بغيت نسولك، يعني واش هو مدرسه قائمه الذات عندها جميع الفئات العمريه؟ اولا كاين انخراط في الجامعه، ثانيا كاين انخراط في العصبه. وعندي جميع الفئات من الكتاكيت للصغار للفتيان الشبان الكبار ذكور واناث. بحال يقول لك عندي 9 ديال الفراقي. رغم قله الامكانيات عندي واحد المنحه قليله. ولكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الاطر اللي فورميتهم هنايا اللي كيساعدوني هنايا وبعض الاخوان. حاولنا باش ننقذوا هاد الشباب ونخرجوا هاد الفريق لبر الامان. الحمد لله اللي سمع ديالو الطيب. هاد السنه هادي الفريق الكبار تكلاسنا الرتبه الثالثه. بالنسبه للشبان والمينيم والكادي لعبنا ربع النهائي ديال العصبه الشاويه. بالنسبه للفتيات لعبنا نصف النهايه. والكتاكيت الصغار، اننا انا معتمد على القاعده فعلا. الصغار تقريبا كاع دوك الدوريات كنتصرف فيهم. كتربحهم. يعني انا الهدف ديالي هو القاعده بالفعل. يعني هذوك الوداد ديال 7 سنين 6 سنين من هنا لواحد 50 60 3 سنين تيكونوا هما اللي غادي يشكلوا النواه ديال الفريق ديال النواصر. سي الحسن حمسينا اننا نمشيو نشوفوا النادي الرياضي النواصر فرع كره السله. تمشيو نشوفوا التدريب؟ نمشيو. وشكرا للقناه الحقه. مرحبا. نشكركم. الملعب اللي عندنا الملعب البلدي تقريبا كيجمع جميع الفئات. نبداو بالفئه ديال الصغار. هما هادو. نقدم لكم هذا المدرب. 3 حصص في الاسبوع. وكل حصه فيها تقريبا ساعتين ونص 3 سوايع. والحمد لله واخا الامكانيات متواضعه، ولكن الحمد لله كاين عمل. كاين عمل قاعدي. والدليل على ان هادشي اللي قلت لك قبيله كاين لي الله كيبدا متى يلاه بدينا. والحمد لله نتائج كاينه اللي كتصر. نقدم لكم المدرب عمان، من احسن من خيرة المدربين اللي عندنا. من خيرة المدربين اللي عندنا في هذا النادي. دري اللي الحمد لله لعب الباسكيت وتعلم الباسكيت هنايا، ودابا راه اطر والحمد لله راه داير واحد العمل جبار. بحيث النتائج كلها اللي عطاتك راه تا هو عنده واحد النصيب. خير دليل الحمد لله راه العمل ديالو
سي عمان، كيفاش كتعامل يعني مع هذه الفئه الحساسه من العمر، خصوصا على المستوى البدني وخصوصا النفسي؟ يعني كنعرفوا ان الوليدات صغار وكذا، كيفاش كتعامل معهم؟ وبالنسبه للوليدات الصغار انا الحمد لله بحكم التجربه ديالي المتواضعه، يعني بديت انا فاش كنت قدم فلاج ديالهم بديت بوحدي، ما كانش عندي مؤطر، ما كان حتى شي واحد. هي بالنسبه لهذه الفئه هذه خصك تكون كتعامل معها بواحد، من ناحيه ديال انهم باقيين صغار خصك تتعامل معهم بواحد طيبوبه، وخصك توصل لهم الميساج يعني بواحد الطريقه اللي هي سلميه. وحنا بالنسبه لهاد الدراري الصغار كان يعني كنحاولوا ما امكن نحبوا لهم هاد الرياضه هذه، وكنحاولوا زعما باش نبعدهم على بزاف ديال الحوايج مما فيهم، راك عارف دابا الوقت كيفاش دايره، وهادشي اللي زعما وكنتمنوا فيهم خير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنبغي داكشي اللي ما حققناش حنا يحققوه هما. سي الحسن باش نشوفوا بقيه الفئات. نعم هذه كما قلت لك قبيله كبدايه، لان تقريبا من هنا لواحد شهر شهرين تلقى تقريبا ما يزيد على 160 لاعب ولاعيبه، ولكن الحمد لله كاين الاقبال. وبالنسبه لهذا النادي النواصر فرع كره السله، الحمد لله الجمعيه الوحيده اللي تقريبا اللي خدامه في هذه المنطقه هذه، الحمد لله يعني كاين خير كما كنقول، كاين ان شاء الله يكون خير. نمشيو نشوفوا الكتاكيت. انا ندوزو للكتاكيت الصغار. عندنا هاد الكتاكيت الصغار تقريبا كاع انا ما كاينش حتى 95% تقريبا ما كاينينش، ولكن راه تقريبا كاين تبارك الله شي دراري اللي جميع الدوريات فازوا بهم تبارك الله. انت الشبان. نعم الشبان هاد العناصر هما اللي تقريبا الذكور. هادو هما لي جينيور اللي لعبوا نصف النهايه. نعم خسرنا مع الاتحاد الرياضي بجوج نقاط. نعم كنا غادي نفوزوا في المباراه. نعم وهذاك الفريق هو اللي فاز بالبطوله، هو اللي فاز بالبطوله ديال العصبه الشاويه. هاد الوليدات هما اللي بدينا معاهم تقريبا هذه 6 سنين. كنمشيو مع التدريب بكل روح رياضيه، وكنتفاهموا مع الاصدقاء ديالنا، وكندربوا بكل جديه باش نوصلوا للمستوى اللي بغينا ان شاء الله. نعم ونوليو لاعبين كبار في على الساحه المغربيه. نعم وكنوجه الشكر للاستاذ حسين اللي عطانا بزاف ديال بزاف خير وكثير علينا، هو سي نعمان سي مصطفى وكاع الاطر اللي كيسهروا علينا. شكرا. استفدنا بزاف الحوايج المدربين ديالنا، وشحال كانت بعض المرات كيكونوا بعض المشاكل، ولكن كنتفاداوهم مع الوقت. نعم كنوجه الشكر للاستاذ حسين. كل حاجه ما كتكونش بحال الدراري. يعني الكونديسيون فيزيك وداكشي يكون مختلف. نعم تحاول تعامل معاهم على حساب الكونديسيون فيزيك ديالهم، ولكن كتحاول تفهم كتفوت داك النيفو باش في الماتش يكون عندهم مستوى اكبر من داكشي. اسمي خديجه العقري، بفضل صديقاتي في المدرسه قالوا لي عرضوا عليا هذا العرض، قالوا لي كاينه كره السله وفضل السي حسين حتى هو. نعم وكيتم هنا لونترينمون مزيان مع فضل السي حسين. نعم وشنو كتفكر من القدام؟ فين بغيتي تمشي بعيد في الباسكت؟ وي نعم مهم اننا كنمارسوا رياضه، وكاستي حسين كيعطينا نصائح وكيفاش كيلعبوا دي غون جوار. نعم كان عندي واحد الحافز انني نكون بون غون جوار ان شاء الله. ان شاء الله. دونك كيف ما خبرتكم اننا غادي ضروري ما غادي نطلقوا ونهضروا على واحد لاكتيفيتي سبورتيف هذه المره، او نشاط رياضي اللي هو رياضه كره السله او الباسكتبول، اللي كتعتبر حتى هي رياضه ثانيه بعد كره القدم بطبيعه الحال، حتى هي رياضه عالميه ومزاوله في جميع الدول، يعني العربيه او الدول الغربيه، رياضه محبوبه ورياضه تعرفنا عليها حنا المغاربه يعني منذ الصغر، رياضه هي يعني كتساهم كتعطيك واحد لا سوبليس او واحد الليونه في الجسم ديالك، تساعدك على التركيز. لماذا التركيز؟ لانه خصك يعني تكون مركز باش تحط هذيك الكره يعني في السله ديالها، كتعطيك كتحبك يعني كتساعدك القضيه تخدم كفريق، يعني تعطيك الروح للمشاركه كفريق. هي رياضه صراحه مفيده لا على الجانب يعني الصحي ولا على الجانب اللي هو بسيشيك او كما كنقولوا حنا النفسي. كنصحكم انكم تنتم تحبوا وليداتكم فيها وتخليو يعني منهم صغار يزاولوا هذه الرياضه، حتى كتساهم حتى في يعني في النمو او لا كرواسونس كيف ما كنقولوا حنايا، كتساعد في الزياده يعني حتى في الطول يعني في
طول الانسان ديما كيدير لي زيتيرمون يعني كنقولوا حنا كيجبد سورتو انا كنصح بها يعني الاولاد الصغار من صغرهم يتعلموها يبغيوها كما كيبغيو كره القدم خاص كره السله يكون عندها واحد النصيب ديالها ماشي دائما كره القدم كره القدم نشوفوهم نحبوهم في رياضات اخرى نديوهم حنا باش هما يعجبهم الحال حيت بطبيعتها كما قلت لك تساهم في النمو في زياده التركيز يعني كتعطي ليونه جسديه كتعطيك حب الفريق كتعطيك حتى يعني انا بعدا كتعجبني وبغيتكم زعما كاملين انكم ديو وليداتكم وتحبوه فيها وكنتمنى انكم تجربوا هذه الرياضه وتزولوها والى اللقاء في رياضه اخرى ان شاء الله. نوجه للمسؤولين باش يشجعوا هذه الجمعيه هذه لان بدون دعم ما يمكنش لنا نوصلوا. الحمد لله عندنا واحد الهدف، عندي هدف شخصي ان شاء الله نوصل هذا الفريق للبر الامان القسم الممتاز لا في الذكور ولا في الاناث. رساله اخرى كنوجهها لجميع الاباء باش يشجعوا هذه الوليدات وبالاخص الفتيات لان في هذه المناطق هذه المدن الصغيره القرى يعني باقي ما الفتيات كاين واحد النقص ما عداش واحد العدد ديال الفتيات ولهذا خص هاد الاباء يشجعوا وليداتهم باش يجي يمارسوا الرياضه. الحمد لله راه عندنا تقريبا ثلاثه المرات في الاسبوع كندربوا هنايا الدراري الحمد لله كاين مضابطين والنتائج الحمد لله راه غادي من 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 حسن الى احسن وهذا من جهه. من جهه اخرى كنوجه الشكر ديالي لقناه الحقيقه على هذه الاستضافه. كنشكرك بزاف سي الحسن ياسير وكنشكرك على الاستضافه كنشكرك يعني بصفتكم رئيس الجمعيه الرياضيه للنواصر فرع كره السله. تحيه ليك وتحيه لجميع المسؤولين اللي كيحاولوا ما امكن انهم يوصلوا هذه الفئه الشابه وهذه الطبقه يعني اللي كتكون يعني مولوده الى حد ما يوصلوها لبر الامان ويخلوها متعلقه دائما بالحب ديالها وبالرياضه اللي كتعشق. اليوم عندنا نموذج كره السله، غدا ان شاء الله يكون عندنا نماذج اخرى كره الطائره لما لا كره القدم، يعني عديد الرياضات ان شاء الله نصطفوا فيها عديد الناس امثالكم اللي عندهم غيره على الوطن وغيره على الرياضه المغربيه. فشكرا بزاف سي الحسن ياسر. شكرا سي عبد الصمد. كلمه اخيره هو كنوجه التشكر ديالي للسلطات المحليه كما نعاودها كنشكرهم بما فيهم بالاخص الجماعه والقياده والبشويه والعمله وحتى الجهه. فاللي كنطلبوا من هاد المسؤولين يشجعونا لان في هاد المدن الصغرى كاين ما يدار. الا كاين امكانيات راه ان شاء الله كاين ما يدار. وشكرا. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد انهينا اولى حلقات برنامجكم برنامج للرياضه نصيب. الى الحلقه المقبله دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.